صباح الخير يا تامن، إن شاء الله يا مس تكونوا بخير وصحة وسلامة وعافية. معاكم أنا مس رنيم، اليوم رح ندرس صور الخبر. درسنا اليوم كتير سهل وكتير لطيف. هلأ بنحكي لنا إنه الخبر يا مس ممكن إنه يجي على أكتر من صورة، ممكن إنه يجي على أكتر من صورة. في الآية الكريمة الأولى الله نوره، الله نوره، هنا جاء الخبر نور مفرد. إيش يعني مفرد؟ يعني لا جملة ولا شبه جملة. العلم سبيله نفس الشيء، أجا مفرد. المرأة والرجال شريكان، أجا مفرد لكنه مثنى. أبناؤنا مواكبون، هون عندنا هون مفرد جمع مذكر سالم. إيش يعني مفرد؟ يعني هو لا جملة ولا شبه جملة. فأول صورة من صور الخبر إنها تكون مفردة. إيش يعني مفردة؟ يعني لا جملة، ماشي، ولا شبه جملة، ماشي تامن، إنه لا جملة ولا شبه جملة. الآيات الثانية المجموعة با، قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هنا عنا الله لفظ الجلالة مبني في محل رفع فاعل مبتدأ، يبسط فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مصدر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. إذا عندنا هنا الخبر أجا جملة فعلية. نعيد مرة تانية الإعراب، يبسط فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مصدر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. ماشي. الأردن تحيا بالمطر، نفس الإشي. الأرض، آسفة، الأرض مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تحيا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ماشي، والفاعل ضمير مصدر تقديره هي، ماشي، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الأرض. القلعة مداخلها متعددة، القلعة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مداخلها مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، متعددة خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة الاسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. إذا عندنا الحالة الثانية للجملة الفعل لصور الخبر إنه ممكن تيجي أما جملة فعلية أو جملة اسمية. فعادي لما تكون عندي جملة فعلية بعربها عادي إنها فعل وبشوف وين الفاعل، وبعدين بحكي إنه الجملة الفعلية في محل رفع خبر. لما تكون جملة اسمية بحكي نفس الشيء، جملة اسمية في محل رفع خبر. طيب، الإيمان بين الجوانح، الإيمان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الضمة الفتحة، وهو مضاف، والجوانح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر. شبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر. عمان في القلب، الفي حرف جار، القلب اسم مجرور، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر. هلأ إحنا بنعرف إنه شكل الجملة الاسمية بدها تكون دائما مبتدأ بعدين خبر. في عنا بعض الحالات يتامن بيصير عنا الخبر بعدين المبتدأ، اللي هي لما يجي عندي حرف الجر مع الخبر بتقدم، ولما يجي عندي ظرف بتقدم. تمام. يعني لما نحكي للخبرة اللام حرف جر، الخبرة اسم مجرور، وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم، وعندي نفس الشيء شبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر مقدم. هاي درسنا كله، درسنا بيحكي إنه عندنا صور الخبر اللي هي أما بتكون عندنا مفرد لا جملة ولا شبه جملة، أما جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة أو شبه جملة. ادرسوا يا مس الدرس، وأي إشي مش فاهمينه ابعتولي، وإن شاء الله بتكون أمورنا تمام.